لو قال لك واحد يا خيمة 10 دولار على كل يوم بتصلي فيه، 10 دولار بس بتصلي كل يوم 5 صلوات ولا لا؟ والله يا شيخ الخمس صلوات والسنن وصلاة الضحى وقيام الليل والوتر وحتى صلاة الاستخارة لا صار صليها على 10 دولار. طب كيف انه عنوان سعادتك بالدنيا والآخرة الصلاة؟